بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استكمالا لتصميم الرافت فاونديشنز باستخدام الطريقة التقريبية، هنبتدي ناخد بارت 5 اللي هو الجزء الخامس في خطوات التصميم بتاعتنا. طبعا لو تفتكر ان احنا وصلنا في المرحلة او في البارت السابق ان انا عندي احمال رافت هنا مثلا بالشكل ده، وابتدى جبت الحمل هنا وجبت الحمل هنا وجبت الحمل هنا زي ما خدنا المره اللي فاتت، وجبنا هنا مين البي توتال بتاعتي، وجبت الاي اكس في، انا بتكلم على الاكس دايركشن. بس قبل ما اجيب الاكس دايركشن لازم اجيب الاريا بقى بتاعتي، القاعده كلها ليها طول وليها مين عرض. لو قلنا الطول ده مثلا ال والعرض بي، فبقت الاريا بتساوي ال ايه في بي. طيب وبعدين انا جبت الفورس بتاعتي هنا موجودة في الجزء اللي هو الأسفل عندي هنا. طيب أجيب الاستريسز تحت بقى قد إيه؟ الاستريسز هنا أقدر أجيبه من P working total. طبعا P working مالها total على ال L في ال B في 1 زائد أو ناقص 6 EX على مين؟ على L. طبعا مفروض تضرب في B تاني عشان تطلع لي ton per meter run. فأنت كنت ممكن تطير دي مع ديت وتبقى ال P working على L في 1 زائد أو ناقص 6 E على L، يبقى عندي Q 1 وQ مين 2. طيب تقدر تجيب كيو عند اي مسافه؟ طبعا كيو عند اي مسافه بتساوي كيو 1 اللي هي الكبيره ناقص اكس على ال في مين في كيو 1 ناقص مين كيو 2. طيب السؤال هنا او النقطه المهمه هنا تخلي بالك منها، ان انت عندك الكيو 1 والكيو 2 ديت المفروض ان لما انا اجيب المحصله بتاعتهم يعني كيو 1 زائد كيو 2 على 2 في المسافه ديت تديني فورس لفوق، لازم تساوي الفورس بتاعت مين الاعمده اللي هي بي 1 زائد بي 2 اللي هي البي توتال، لكن ما لقاهاش زي بعض. فبعمل ايه بقى؟ ببتدي اوزع الخطا ما بين الحمل اللي جاي من فوق والحمل اللي جاي من تحت، بطرحهم من بعض واطلع الفرق دوت، وابتدي اوزعه كل واحد بنسبته على كيو 2 وكيو ان 1 وديت وديت وديت. ليه؟ عشان نبتدي نشتغل في الستريننج اكشن بتاعها. لكن مبدئيا احنا بس بنجهز الكيو 1 وكيو 2 وابتدي اعمل لها موديفاينج، ونفس الكلام البي كولوم 1 والبي كولوم 2 واعمل لها برضك الايه الموديفاينج في الاكس مين دايركشن. شكرا.